في سلسلة حلقات هذا الشهر رح نحكي عن قرى المهجرة. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن قرية أقرة المهجرة، عن عاداتها، تقاليدها، تراثها، وعن مجموعة الشباب اللي عايشين فيها اليوم. في 8 شهر ثاني يوم كانت السيارات واقفة تحت تنقل البندمين، وأنا مع كم واحد وإحنا طريق البعض. كل شيء صعب، يعني إحنا نتنازل عنه عشانه صعب، هي تحدي وإحنا ماخذينه كتحدي كمان. أنا صاح بروح بتعلم وبشتغل، بس برجع لهون ننفذ هذا الحلم ونعيش أرض الواقع ونعطي أمل طبعاً لكل بني آدم اللي هو لاجئ بكل مكان بالعالم. الرجوع إلى هاي القرية، العودة إلى هذه القرية، ما هو لا مني ولا حسني من أي شخص ولا من أي هيئة. نحن أصحاب حق،